ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أطلقت القناة الثانية اسم الإعلام الرحيل صلاح الدين الغماري على استوديو الأخبار الرئيسي بالقناة، وذلك تكريما لروح الفقيد في الذكرى الأولى على وفاته. وجاء في تدوينة للقناة الثانية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك: مضى عام على رحيل صديقنا وزميلنا الصحفي القدير صلاح الدين الغماري، تكريما لروح المرحوم. القناة الثانية تطلق اسم الإعلام الراحل على استوديو الأخبار بحضور أفراد عائلته. وفارق الصحفي الغماري الحياة عن عمر يناهز 50 سنة، وكان أحد الوجوه المعروفة في الساحة الإعلامية الوطنية من خلال تقديمه للنشرات الأخبار بالقناة الثانية لسنوات طويلة.